عادت النجمة الجزائرية فلة بالظهور مرة أخرى، وذلك من خلال مقطع فيديو مع دكتور التجميل الخاص فيها، وذلك بعد إجراء عملية جراحية تجميلية للتنحيف. حيث ظهرت النجمة فلة بمقطع الفيديو وهي تستعرض بجسدها النحيل رشاقتها وعم تضحك مع دكتور هراتش يلي قالت له خلال استعراضها خسورنة خسور، بإشارة إلى نحافة خسرة بعد الجراحة التجميلية الأخيرة.